يبدو أنه كيم وكانيي ويست قدروا ينقذوا زواجهم من الانهيار بعد سلسلة من الخلافات. وهالأسبوع أظهرت كيم كارداشيان دعمها لزوجها لإعادة إقامة جلسات الأحد الغنائية. واللي تم إيقافها سابقاً بسبب أزمة فيروس كورونا، وعلقت إنه كل إجراءات السلامة تمت بالفعل لهذا التجمع، حيث تعد السلامة هي الأولوية القصوى. وبنشوف بكليب تاني نشره كانيي بتظهر كيم وابنها سينت برقصوا بساحة بيتهم بوايومينغ. وقبل هالبكيشن العائلية اللي كلها حب، سافر الكابل مع أولادهم في إجازة ليقضوا وقت مع بعض بعيد عن الأضواء لجمهورية الدومينيكان. وهالقرار اتخذوه من بعد انهيار كانيي ويست العلني اللي صار الشهر الماضي في أول تجمع انتخابي إله. وبوقتها كشف العديد من أسرار العيلة وقام بتغريدات فاضحة على تويتر اتهم فيها زوجته بالخيانة، وكشف عن رغبته في الطلاق منها وإنها حاولت تحجر عليه مع أطباء نفسيين. ورغم حذفه لهالتغريدات بعدين، إلا أنه كيم اضطرت لتسافر له الشهر الماضي وتحاول تلاقي حل لعلاقتهم. ووقتها رصدت كاميرات الباباراتزي صور إلهم بالسيارة بيتخانقوا. ولاحقاً بعد ما رجعت كيم لـLA اعتذر لها علناً على تويتر وقال: أريد أن أقول لكيم أنني أعلم أنني آذيتك، أرجوك سامحيني، شكراً لوجودك دائماً معي. والعديد من المصادر المقربة منهم بتأكد أنه بالرغم من انشغال كانيي ويست بالترشح للرئاسة وتطويره لعلامته التجارية ييزي، إلى أنه بدأ يستعيد روتين حياته الطبيعية من بعد قضاء وقت أكبر مع عائلته وأطفاله، وبحاول الاثنين حالياً ما يركزوا كتير على الماضي ويستمتعوا بإجازتهم ووقتهم مع بعض.